اهلا وسهلا فيكم. اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس لكل شخص عم بيعاني من موضوع النيوم باد يلي هي الكبسات الجانبية يلي بتكون بالكيبورد منا موجودة. هلا هون مثلا يلي عنده جيمينج كيبورد او ميكانيكال جيمينج كيبورد يلي هو هيدا، اوكي. طيب هون عنا مثل ما شايفين كل شيء بس ما عدا النيوم باد. هون حاطين من 1 لـ 3 لـ 6 بس امرار هول بيكونوا مطبعين طباعة، يعني مجرد طباعة مش حتى للاستعمال، لانه بهول الكبسات نحن منغير الوان ومنغير كم شغلة بالست اب تعول الالوان الموجود بالكيبورد. بعض الجيمات لنحن نعمل تشيتس مثلا، نزلنا تشيتس وبدنا نكبس الكبسات الاساسية تعيتها بيطلب منا النيوم باد، لازم يكون عنا ارقام النيوم باد، ولا بتزبط باي شكل من الاشكال انه احنا نكبس غير كبسات او ندبرها بغير كبسات. في حل واحد بس للموضوع يلي هو منجيب النيوم باد بشكل منفصل، كمان تكون ميكانيكال، بتكون ار جي بي ولا بتكون لون واحد حسب الشركة. شي خلينا نعمل انبوكس للنيوم باد جو فريتك. اوكي، هلا نحن حنفتح العلبة ونشوف كيف بتجي النيوم باد. النيوم باد طبعا بتعطينا حل لهيدي المشكلة، كمان بتنوصل بشكل جانبي. انا هلأ حجرب لكم اياها ووصلها بالجيمينج بي سي اللي موجود عندي هون اللي انا شارح عنه قبل كمان الفيديوهات. بس نحط نحن الاسبي هيك بهذا الشكل، اوكي، مثل ما شايفين ضوت مش حالة اخدت. اوكي، هيدي بحال نحن بدنا ننزل التشيتس، بدنا ننزل. طبعا انا حفرجيكم اياها هلا على الشاشه. عنا الجيم اللي هي دينج لايت بنفتح عادي طبيعي، بس مثلا عنا كمان الريد اليرت التشيت سايت، الريد اليرت كمان احنا فينا نستعملها ما في اي مشكله، ومن عنا هون في الريد اليرت مثل ما شايفين. طب نحن بس نفتح الريد اليرت هون شو بيطلب منا؟ مثل ما شايفين هون بيطلب منا نيوم باد، نيوم باد، نيوم باد 0، نيوم باد 6 من 1 لـ 6، والزيرو والبلس والماينس. طب اذا نحن ما كان عنا نيوم باد نحن ما فينا نستعمل هول التشيتس امرار، او مثل ما كاتبين هون كوستمايزبل، بس اذا نحن جربنا نعمل لهم كوستمايز يمكن ما نقدر نعمل لهم كوستمايز او حتى ما تزبط، فاجباري يكون عنا نحن نيوم باد بحال ما كان بالكيبورد الميكانيكال كيبورد في نيوم باد. ولاي شخص حابب يطلب هيدا النيوم باد بيحكينا على الواتساب، اكيد في دليفري دوم لبنان وبرا لبنان. وما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. بتشكركم للمشاهده والى اللقاء.